خلينا نروح لفقرتنا المعتادة، فقرة صنع في الأهلي. فقرة صنع في الأهلي النهاردة بطلت فقرتنا النجمة نادية طاهر، لاعبة فريق الكرة الطائرة السابقة بالنادي الأهلي، وكمان لعبت ألعاب قوة في من سنة 78 حتى 89، وكملت مسيرتها الرياضية مع فريق الكرة الطائرة من 84 وحتى الاعتزال في 92. حصدت كل البطولات خلال هذه الفترة، ومحليا وأفريقيا وعربيا. طبعا خلينا نطلع نشوف صنع في الأهلي كابتن نادية طاهر، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير. ابتديت كنت في نادي اسكو. نادي اسكو دوت في الوقت ده كانت الكره الطايره مزدهره جدا فيه، معظم اللعيبه بتاعته كانت منتخب، فجت حصلت مشكله فالفرقه اتفكت، فالاهلي خد نص الفرقه والزمالك خد النص التاني. فانا طبعا عشان بحب الاهلي قلتها، جيت انا وواحده اسمها عزه وواحده اسمها تهاني وواحده اسمها بدريه، والباقي راحوا الزمالك. طبعا انا لما جيت هنا كنت صغيره، فكانت فرقه البنات الكبيره كلها عمالقه، كانت كابتن هدى حمدي وكابتن هاله سر الله يرحمها، مرات كابتن مصطفى عبده، وكانت دكتوره صباح، كانت ناس كبيره عليا قوي كمان. فجي كابتن هشام بدراوي كان هو ماسك مدرب المنتخب، قال لي بصي انت خامه كويسه بس الدرجه الاولى مكتظه، هنسجلك بس مش هتلعبي السنه دي. فانا قلت له ماشي. جيت بعد كده، طب انا ما اعرفش اقعد من غير رياضه. ففي الوقت دوت البنات كانت الرياضه بالنسبه لها كان يعني لو روحتي اي لعبه يترحب بيكي. فانا لقيت لعبه العاب القوه، ولقيتني في المدرسه، كنت في المدرسه ساعتها بكسب. فجيت هنا المدرب مش عايزه اقول لك يعني هو شبه خطفني، لدرجه انه لمده سنتين نساني الفولي، بقيت اكسب بطوله ورا بطوله، اكسب 15 واكسب بطوله 17 واكسب بطوله الجمهوريه 19، وكل ما اجي اكسب يقول لي ايه ده، هو ده حاجه، لا نكمل نكمل نكمل. فاتلهيت عن الطايره لمده، بعدت عنها لمده سنتين. فبعد سنتين قاعده في النادي فلقيت كابتن فؤاد عبد السلام، ايه يا بنتي فينك، انت مش جايه النادي طايره ومعرفش ايه. قلت له حصل كذا وكذا وكذا، قال لي لا تيجي لي النهارده الساعه 6 انا عايزك ضروري. المهم رحت قلت للمدرب العاب القوه، قال لي بص يا بنتي قدامك ده وقدامك ده، قلت له انا بحب الاثنين، قال لي خلاص لو قدرتي توفقي بين اللعبتين ماشي. وانا عن نفسي يعني الكره الطايره ديت كلها لياقه، انا مش محتاج غير بس التكنيك، خلصي تمرين الطايره وتيجي اظبط لك التكنيك بتاعك بقى دلوقتي. بقيت اجي من الصبح اتمرن العاب قوه الصبح واقعد اريح، وبعد الظهر اتمرن طايره واخلص اجري على المدرب بتاعي التكنيك عشان بصي يعني انا بفخر ان انا لعبت في فرقه الطايره بنات. يعني عايزه اقول لك معلومه، من ساعه ما انا لعبت لغايه وقتنا هذا من 86 لغايه دلوقتي فرقه البنات بتاخد اول على طول بدون منافس. يعني ما فيش، مش عايزه اقول لك فرقه في مصر، ما فيش فرقه في العالم بتحقق البطولات دي كده. بعد كده بقى جينا سافرنا، كان عندنا بطوله افريقيا وانا كنت فيها اداريه. فحصل يعني انا كنت لسه معتزله، فكانت اللياقه بتاعتي يعني الحمد لله. فجت البصيره بتاعتنا اتصابت ومفيش، وكنا في تونس اياميها. فلقيت كابتن رؤوف بيقول لي ايه ناديه جاهزه؟ قلت له جاهزه لايه؟ قال لي هتنزلي معانا. قلت له ازاي؟ قال لي مالكيش دعوه، هجيبك انا ليا نظامي وهجيبك وهطلعك. قلت له ماشي يا كابتن. الحمد لله مش عايزه اقول لك دي انا خدت فيها احسن لعيبه.
فبقوا طايرين بيا، مش عارفين يعملوا ايه، ازاي واحده ما بتتمرنش مثلا لمده 6 شهور وتنزل في بطوله افريقيا وتبقى بالمستوى ده. فجيت لما نزلت بقى، يعني النادي ما بينساش بصراحه اللعيبه بتاعته، عملوا لي مكافاه كويسه. وجيت انا بقى العيال 3 جم ورا بعض، فبعدت عن النادي شويه، وابتديت اعوض ده بقى في اولادي ان هم يلعبوا. يعني انا عندي حسن ابني بيلعب هاندبول هنا لغايه المرتبط، كان بيلعب في الاهلي، وبكمل بقى معاه.